هو دخل في واحد النقطة تقنية اللي قال بأن سي الداودي عنده سبب بأن الوداد ما سداش الشامبيون. واش أنا كنت مدرب رئيسي، أنا كنت أجوان، وكيفاش عندي هذا السبب؟ كيف اشنو؟ انا نقول الدراري ما تلعبون باش ما اش نقول لهم؟ ما فهمتش انا كنت السبب. ها هما اللعابه كلهم، ها هما الجمهور، كل شيء يشهد على هذا الشيء. اذا كنت انا درت شي حاجه متحاسب عليها، اذا كانت عنده شي حاجه والدليل احنا مرحبا ورينا الدليل. وهذا السيد اللي قال لك انا اللي محرش هاد الناس وخاصهم يجيو يحقوا معايا، انا مستعد تجي وزير يجي وزير يجي وزير يجي يصيفطوا لنا الناس ديال الداخليه ويحقوا معايا ويحقوا معاه هو ويحقوا مع التصيري، يجيبونا بثلاثه يحقوا معانا. هادو بثلاثه يجيو انا وياه والتصيري، ياك هما حنا هادو اللي قال لك هو حتى انا تنتهمهم، هو والتصيري هما اللي دايرين هاد الشيء. الا كان انا تيتهمني انا تنتهمو، يجيبونا سيدي حنا كنا يديونا يعلقونا ولا يقتلونا ويشوفوا شكون يقول الحق شكون يقول الكذوب. الحمد لله حنا كرشنا خاويه وانا ما نوصلش. انا ما عرفتش امتى كانت لونطريما داك النهار ديال الوداد، والله ما عارفه، ما عرفتش امتى تيترينيو. وهاد السيد نادي تيتهمني، وهادي حاجه اخرى، هادي ملي تيتهمني انايا داير هاد الشيء، وانا باغي نوض فتنه في البلاد. شكون اللي بغى ينوض فتنه في البلاد؟ راه هو اللي بغى ينوض فتنه في البلاد في هاد الشيء ديالو. راه المغرب كله تيكتبوا لي اكرم يرحل، سير في حالاتك. شكون اللي بغى ينوض فتنه؟ هذا بغى ينوض فتنه، وقال لك الفتنه اشد من القتل. اللهم هذا منكر. لا بغى يمسح فيا انا هاد الشيء كله ديالو، ما يمسحش فيا انا. الداودي عندي تاريخ ديالي وتاريخ ديالي نقي الحمد لله، كلاعب ولا كمدرب ولا كانسان. الرساله اللي جا اللاعب الدولي السابق الداودي لجماهير الوداد خاص بالدربيه الصعيبه. انا تنقول لجمهور الوداد، الجمهور الوداد الرياضي الغيور على فرقته، يبقى مع فرقته، حنا مع الفرقه. ولكن هذا السيد ما صالحش لينا، ما صالحش للوداد. سبع سنين هو تيطحن في الوداد، بغى يلصق فينا هذا الشيء، بغى يلصق فيا انا هذا الشيء. انا بعيد على هذا الشيء، وانا ودادي قبل كل شيء، وتنبغي الوداد، ما تنبغيش الوداد تخسر. باش هذا السيد هذا انا غادي نقاضيه على ديك القضيه اللي قال لك انا تهمني انا وراء هذا الشيء. وهذا لو كنت انا مجرم، لو كنت مجرم خاصني ناخذ الجزاء ديالي. انا تنقول لو كنت مجرم ناخذ الجزاء ديالي، ولكن يعطوني الناس حقي. انا هذا السيد غادي نقاضيه وغادي ندعيه على هذا الشيء اللي قال فيا انايا، حيت هذه سميتي وسميت رشيد الداودي كبيره في المغرب، وتيحترموني الناس، وما نبغاش توسخ. لكن واحد هو يوسخ خالية، أما يقدرش يوسخ سميت رشيد الداودي. رشيد الداودي بزاف عليه.